دي تجربة مميزة، احنا سعداء بافتتاح المدارس دي، اتعملت في زمن قياسي الحقيقة لخدمة، حضرتك عارف سوق التعليم المصري بيخدم اعداد كبيرة جدا، حوالي 22 مليون من ولادنا ليهم احتياجات مختلفة، واولياء الامور ليهم تطلعات مختلفة في مستقبل ولادهم، فبنحاول نعطي فرص لكل هذه الأذواق وكل هذه الاحتياجات. من ضمنها النوعية دي من المدارس، مدارس فيها شراكة بين الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وبين رابطة المدارس الخاصة والدولية، هم بيحاولوا يعملوا عمل مجتمعي يساهموا بخبراتهم في الإدارة، بخبراتهم في الاختيار وتدريب المعلمين وتنظيم مدارس عالية الجودة. وحققنا الشراكة دي، طلعت منتج بجودة عالمية بأسعار نعتقد أنها مناسبة جدا لما يعني بياخدوه الولاد في المدارس. المؤسسة قايمة عشان الخدمة المجتمعية، عايزين نخدم مصر، والخدمة الحقيقية لمصر هي نهضة وثورة كبيرة في التعليم والتعلم. فإحنا أول ما لقينا الفكرة دي إحنا لبيناها بسرعة جدا عشان نطور التعليم في مصر. بصراحة إحنا اخترنا النوعية دي من المدارس اللي إحنا أوريدي بندور عليها برا في المدارس الانترناشنال، بس طبعا المصاريف بتاعتها عالية جدا. بالنسبة لنوعية التعليم في الانترناشنال بيعتمد على الفهم والإبداع، إن الطالب بيحاول إن هو يطلع كل قدراته في التعليم، غير التعليم الأكاديمي اللي احنا تعودنا عليه اللي هو قائم على الحفظ وان هو يحفظ ده عشان هيخش الامتحان عشان هيمتحن والموضوع بالنسبة له خلص على كده. فأصبح ان التعليم الانترناشنال فعلا فعلا حاجة جديدة في مصر ومستوى تعليم أحسن، وده اللي احنا كنا بنسعى على أساسه يعني.